شيء انه تعرف الست انه هي سر استمرار الحياه، وهذا الشيء بخليها يكون عندها دافع تقاوم وتكون قويه. يعني كل امراه لازم تنبش على القوه بذاتها بداخلها، القوه يلي بيعطيها الايمان، الايمان بحالها، الايمان بالله، الايمان تحدي جديد. إن شاء الله أكون قد المسؤولية. Thank you so much. I love you, Lebanon.